هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب. رح أحاول أحكي عن الأحوال العاطفية لإلك وللحبيب كذلك. رح أحاول أحكي عن المشاعر، نوايا الحبيب، وإلى ما ستؤول علاقتكما. رح أحاول أحكي كذلك عن عزاب برج العقرب. هل حيجلب لكم أشخاص جدد بحياتكم أو لا؟ رح نشوف شو بيطلع لك يا عزاب برج العقرب. وأنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. إذا حسيتوا أنه هذه القراءة لا تنطبق عليكم، فحاولوا تشوفوا البرج القمري أو الطالع. وهناك أكيد احتمالية أنه تكون قراءة عكسية، لأنه أي قراءة فيها إشراك لشخص آخر أكيد في possibility وفي احتمال أنه تكون القراءة عكسية. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت. رح نحاول نشوف شو بيطلع لك يا برج العقرب. عم يطلع لي يا برج العقرب على انه انت حاليا كأنه محتاج للعزب. إذا كنت عازب كأنه أنت محتاج لاستقرار، محتاج تلاقي شخص تتوازن معه وترتاح معه ويكون نصفك الآخر. يعني مليت من أنه تلاقي أشخاص مش مناسبين أبدا بحياتك. بدك أنه تلاقي شخص يفهمك، يكون روحك، يكون نصفك التاني. كمان هيدي الورقة أو هذه الطاقة لناس اللي بعلاقة، كأنه أنت محتاج أنه ترتاح مع هذا الشريك. كأنه أنت بدك حل، بدك تلاقي حل أنت وهذا الشريك يكون فيه استقرار. أو أنت حاليا شاعر باستقرار مع الحبيب، كأنه ما في مشاكل بيناتكم والعلاقة طيبة. أنا عم شوف طاقة الشريك حاليا كأنه عم ينتظر أن تسأل عنه، أنه تحكي معه. عند يعني ممكن أنتوا بهذا الوقت لا تسألوا عن بعض. إيه، ببين بالورق على أنه هو حاليا بده اعتذار، بده أنه أنت تعتذر له، أنه تطلب السماح. وهيدي كارت العقرب، كأنه يريد أنه تطلب السماح منه، وبينتظر مسج منك أو حكي منك تليفون. بده الأمور تتسوى، بس صعبة مع برج العقرب، صعبة إنه تطلب السماح منه. كذلك عم شوف إنه مبتعد، هذا الإنسان مبتعد عنك كتير. مشاعرك نحوه يا برج العقرب بحسها فيها confusion. يعني انت حاليا حذر وخايف من الألم، خايف انه تتألم. ممكن انت تعبان من دون هذا الشخص، بتحبه لهذا الشخص. عم شوفك مقفل ابواب، ما عم تحكي ابدا مع هذا الشخص. ممكن عامل له بلوك لأنه كتير تعبك. هيك عم يطلع عندي. وعم شوفك واخد حذرك، يعني واخد حذرك وما عم تحكي معه، عامل له بلوك خلص. والأشياء اللي أنا عم شوفك كأنه هذا الإنسان سبب لك كتير من الجرح وكتير من الألم، تعبك هذا الإنسان خلص. ممكن البعض منكم كان بعلاقة ثلاثية، ممكن كنتوا مع شخص من برج الحمل أو بصفات برج الحمل. مشاعره هو كذلك، عم شوفه عم يراقبك هذا الإنسان من بعيد، بده إياك. بالرغم من أنه عامل حاله كأنه مش بده يحكي معك، وممكن ختمتوا العلاقة آخر مرة بكلام كتير جارح. هو حكى لك كلام جارح، وكذلك انت يا برج العقرب، بس عم شوفه عم يراقبك، في مراقبة من بعيد، وهذا الانسان كذلك بده هيك.
بده هيك، بده يحكي معك اوقات ما بيحس حاله، بده يحكي يكتب لك مسج بس كأنه غرور، وكأنه عنده كبرياء كتير عالي، ما بده يحكي معك لأنه بحس كأنه قلة، كأنه هو إدلال للنفس أكثر. عم شوف كذلك أنه ممكن الإشكالية اللي ما جعلتك أو خلتكم تفترقوا مع بعض هو الغيرة، ممكن مشكلة الغيرة كذلك، حتى مشكلة أنه في شك بالعلاقة كتير عالي. وحتى كذلك أنا عم شوف أنه العلاقة كان فيها بعد، حتى لو يعني ممكن يكون بعد فيزيكلي اللي هو جسدي، ممكن يكون هو بمكان وأنت بمكان آخر، في بعد وفي ما بتلتقوا كتير، ما بتحكوا مع بعضكم كتير، وهذا جعل سبب فراقك. يعني كأنه كنت عم تشك أنت يا برج العقرب انه ممكن يكون حدا عم يخون، يعني ممكن هذا الشخص بيخونني، او كذلك هو ممكن يشك فيك، بيشك فيك، ممكن انت عم تخونه وعم تعمل اشياء مش جيدة بس مش صحيح. ممكن للبعض ما يكون البعد يعني بالمسافات، بس بعد كل واحد بعيد عن الآخر، ممكن ما بتلتقوا كتير، ممكن ما بيسأل عنك، ممكن كتير أشياء. هذا سبب خلاكم تبتعدوا عن بعض. كذلك حتى الإيجابيات بالعلاقة أو الشيء الذي تراه إيجابي فيه، أنه اوكي كأنه كان بيوعدك بالزواج للبعض منكم، كان بده، كنت بتحس معه باستقرار، انت حتى لو ما كان بيوعدك بزواج كنت بتحس معه باستقرار، كنت بتحسه انه هو الشخص الذي يناسبني، يعني برتاح معه بالكلام، برتاح معه بكل شيء، بحسك انه متفاهم معه كتير، مع انه في اشكاليات الغيرة والشك وهيدا، بس عم شوفكم كتير مرتاحين مع بعض، كأنه كنت عم تحسه هو نصفك الاخر. كذلك عم شوفه كأنه ما كان مرتاح ابدا لطبع من طباعك انت يا برج العقرب، كأنه انت بشكل ما غامض، ما عم تعطيه، بضل يشوفك كأنه انت نجمة ما بيقدر يحصل عليها، بحس حاله كأنه انت اوكي معه بس مش حاسس فيك انه انت 100% او 100% معه، بحس حاله دائما مع شخصية غامضة يكتشف كل مرة فيها، دائما بتبين له انه انت حلم مش حقيقة، بالرغم من انه معه. لهيك ممكن هو عنده مشكلة الشك والغيرة، لانه بحسك غامض وعم تخبي اشياء عنه، ممكن هذا ادى الى تعب علاقتكم مع بعض. الايجابيات عم يشوفك شخص ساحر جدا، شخص سكسي جميل جذاب لا يمكن مقاومته، كمان عم يشوفك على انه انت شخص بتعرف توازن بين العمل وبين الحب، بين كتير اشياء، بحسك انه عندك كتير مواهب انت يا برج العقرب. هذا الشريك بشوفك حلم على فكرة، هذا الانسان حتى النوايا هو بده يكمل معك، بالرغم من انه شخصيتك، كأنه شخصيتك تجذبه اليه، يعني شخصيتك فيها نوع من الغموض، وفيها نوع من دائما بحس حاله بده يكتشف هذه الشخصية، بده يكمل معك حتى لو كان المشوار طويل، حتى لو كان المشوار صعب وفيه كتير عراقل، بده يكمل معك. كذلك عم يعني هذه العلاقة عم شوفها رح تنقلب، يعني كأنه يعني هذه العلاقة لازم تعود،
كأنه لأنه الويل اوف فورتشن دائما هي ورقة كارمية، يعني هذه العلاقة لازم تعود، لازم تعيد نفسها. يعني أنا عم شوف أنه هذه الورقة كأنه بشارة على أنه العلاقة ستعود لكي تصلحوا أشياء جديدة، لترمموا، يعني كأنه ترميم للعلاقة، إصلاحات للعلاقة، كأنه العلاقة ستعود لتصليح المشاكل اللي كانت بالعلاقة. كذلك أنت يا برج العقرب، كأنه بحسك مليت من هذا عدم الاستقرار، بدك استقرار، لأنه برج العقرب كشخص بحب الاستقرار بس ما بيلاقيه في حياته. بحب الاستقرار، بحب أنه يكون بعائلة، يكون حتى لو ما كان حتى لو ما كانت العلاقة حاليا بزواج، رح تنتهي بزواج، بس عم شوفك انه انت بدك استقرار خلص. يعني كل هالاخد والرد والمشاكل اللي بيناتكم بدك تنهيها، وبدك خلص كفاية من البعد، بدك استقرار. يعني بضل يطلع لي استقرار نفسي، انت محتاج لاستقرار نفسي يا برج العقرب. إلى ما ستؤول علاقتكما بهذا الشهر؟ يعني كيف راح تكون العلاقة؟ ما عم شوف أنه راح يحكيك ولا راح تحكيه، كل واحد راح يضل لحاله، كل واحد راح يضل يفكر بالآخر، كل واحد راح يضل يهتم بالآخر، في تحسر وفي تفكير وفي ألم داخلي من ناحيتك ومن ناحيته. بس يعني مستقبلا رح تأتي، يعني رح تعود هذه العلاقة، بس بجانفيه بيناير ما عم شوف رجعة، لأنه أنت متكبر وعامل حالك. يعني أنا ما بدي أرجع له، وكذلك هو متكبر وبده بينتظر أنه تعود، يعني تعود إليه. كذلك عم شوف للناس العزاب، هل في شخص جديد قادم بحياة برج العقرب؟ ممكن يعود شخص من الماضي، يعود شخص من الماضي، او انت بتفكر يعني بلوتو انه هذه الورقة تعني التفكير بشخص ممكن يكون برجه مائي وعم تفكر فيه زيادة، بس كأنه هذه يعني تفارقتوا، تخاصمتوا، في خصام بيناتكم، أنهى هذه العلاقة، بس لساته في حب. حاليا ما عم نشوف في رجعة، كأنه انتوا خلاص انتهيتوا وعم تفكروا ببعض، حتى لو انت بتنتظر شخص جديد بس لساته هذا الشخص ببالك. بيطلع لي هذا الورق لأنه لساته ببالك، لساته عم تفكر فيه، عم تتذكر الذكريات، بدك هذا الشخص يرجع لإلك، في تمنيات إنه يرجع لإلك. هاي الشي كله اللي بيطلع عندي بورق التاروت. حرح حاول شوف ورق الأوراكل شو بيطلع لك كنصيحة. بقول لك انه لما تظن انك مستسلم رح تستسلم اكثر. يعني ما تفكر ابدا انه انتهيت الحياة بهذا الوقت. ما تستسلم ابدا، حتى لو حسيت انه العلاقة مش راكزة وانا بدي استقرار وخلص مليت من هذه الكترة الاخذ والرد وعدم استقرار بالعلاقة، لا ما تستسلم ابدا. بقول لك انه wake up call، يعني كأنه في نداء لإلك،
بيقول لك انهض انهض لتسوي أمورك العالقة، انهض ما تضل بتفكير سلبي، حاول انه تكون ايجابي كتير. كمان هون بيقول لك انه ما تعتل هم لأي شيء، اتركها للملائكة او ممكن تتركها للإله، لأنه رح يعني الإله الذي سيتدبر أمر قلقك. كمان هون بيقول لك كون صريح مع نفسك، ما الذي تريده؟ يعني كأنه هذه الأوراق تدعيك يا برج العقرب على أنه يعني تبطل تفكير سلبي وتبطل تفكير تشاؤمي وما تستسلم أبدا للأشياء. ممكن أنت حاليا بهذا الوقت بتشوف أشياء سلبية، بس مع الوقت رح تشوف أنه كل كان إيجابي. كمان يدعيك الورق على أنه تسأل نفسك هل هذا هو الشخص المناسب بحياتك، هل هذا هو، حتى لو كان يعني حاول تفكر إذا بيأذيك هذا الشخص نفسيا فأكيد مش هو الشخص المناسب الذي يستحق برج العقرب. يعني حاول تكون يعني صريح مع نفسك، حاول لا تقلق، حاول تهتم بأشياء أخرى من غير القلق. بيقول لك إنه الحب يأتي من الداخل لتنعدل كل علاقة. يعني إذا يعني كأنه أنت يا برج العقرب، إذا ما حبيت حالك وإذا ما حسيت إنه أنت تستحق الأفضل، ما رح تنعدل أي علاقة بحياتك، لأنه أنت من يعني مش حابب حالك أصلاً. لهيك أنا بدعوك يا برج العقرب إنه تفك كل هذه الكرب من عنك يا برج العقرب، وحاول تفكر بشكل من الإيجابية. وشكرا لكم يا برج العقرب، ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تدعموني، وشكرا لكم.